بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. آية اليوم من سفر مراثي أرميا الإصحاح الثالث آية 32، فإنه لو أحزن يرحم حسب كثرة مراحمه. في الحقيقة الإصحاح ده ليه مكانة خاصة، يوم الجمعة العظيمة بيتقري في الساعة 12 تذكار دفن المسيح، وبيكون في رمز للمسيح المصلوب واتألم من أجلنا. فإنه لو أحزن يرحم، ده ساعات بنبص لربنا إن ربنا بيحزننا، ربنا بيجيب لنا التجارب وبيجيب لنا الضيقات، ولسان حالنا يقول كده، ليه يا رب؟ ما ينفعش الحياة تمر سهلة، ما ينفعش الحياة تبقى جميلة، ناكل ونشرب ونتفسح ونتمتع ببعض، مفيش أقاربنا أبائنا أمهاتنا أزواجنا زوجاتنا يسافروا السماء ويسيبونا، أطفال بيتيتموا، زوجات بتترمل، أزواج بيترملوا، مينفعش يا رب الحياة تبقى ماشية سهلة وسلسة. وفي الحالة ديت بنخش في قضية ليه، ونلاقي الإجابة إن في حاجات مش هنفهمها هنا على الأرض لكن هنفهمها في السماء، هنعرف ربنا عمل كده ليه وفي الوقت دوت ليه والسبب إيه والمكافأة هتكون إيه. طيب هنقول إن التجارب والضيقات، تجارب والضيقات في حياة أولاد الله. في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، ونلاقي آية تانية بتقول لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. يعني التجارب والضيقات اللي احنا بنمر بيها على الأرض ديت بتبقى خفيفة بالنسبة للمجد اللي هنشوفه واللي هنعينه في السماء، لأن ربنا ما وعدناش براحة أرضية، ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الملكوت. الطريق صعب، الطريق مش سهل. إحنا مخلوقين علشان السماء، مخلوقين وعنينا على السماء في فترة غربة على الأرض، فلازم نحتمل فترة الغربة علشان نوصل للسماء. بنلاقي أنواع من التجارب، بنلاقي في تجارب من أجل توبة الإنسان، إنسان بعيد عن ربنا وربنا عايز يجيبه، يبعت له خادم يقول له ارجع مش عايز يرجع، يبعت له أب كاهن يقول له ارجع مش عايز يرجع، ربنا يديله تجربة من أجل خيره. زي عمل مع مين؟ زي عمل مع أبونا يعقوب أبو الآباء. إحنا ما نستاهلش التراب اللي بيمشي عليه، بس كانت طبيعة شخصيته ياخد الحاجة ويهرب، يسرق البكورية ويهرب، يروح عند خاله لبان ياخد زوجاته وأولاده والقطعان بتوعه ويهرب. وبعد كده ما ذكرش في الكتاب المقدس إنه هو عند خاله لبان وقف وصرخ لربنا. افتكر ربنا إمتى؟ لما رجع وكان معاه الزوجات والبنين وقالوا له إن أخوك عيسو خارج علشان يقابلك. في اللحظة دي افتكر ربنا وقضى الليل كله في الصلاة وقال له يا رب أنا بستنجد بيك، عيسو هيهلك الزوجات مع البنين. دي بيسموها تجربة مكبرات الصوت. ساعات الإنسان بيبقى بعيد، ربنا يديله تجربة تبقى أصواتها عالية زي تجربة الميكروفونات. فإحنا بنطلب دايما، أو يعني كلنا ما نستناش التجارب الشديدة اللي تجيلنا علشان ربنا يقول لنا توبوا. لازم ممكن عظة أسمعها ربنا يديلي آية أو كلمة أعرف إن هي ديت جيالي أنا. ممكن كمان من أنواع التجارب والضيقات لتزكية الإنسان وتنقيته، زي ما عمل مع مين؟ زي عمل مع أبونا أيوب شفيع المجربين، اداله صليب الفقر لما خد الغنى بتاعته، واداله صليب الموت لما أولاده وبناته ماتوا، واداله صليب المرض. ربنا كان بينقيه لغاية لما قال الرب أعطى الرب أخذ، ليكن اسم الرب مباركا إلى الأبد. وربنا بعد الحزن رحمه واداله
غنى كتير جدا واداله أضعاف الحاجات اللي شافها والصعاب اللي شافها. بنلاقي كمان في تجارب لإعداد الشخصيات بيسموها بوتقة الإعداد الإلهي، زي ما أعد يوسف في السجن، وزي ما أعد موسى النبي في الرعي، وزي ما أعد داود الملك بالهروب من برية لبرية ومن مغارة لمغارة. وفي الآخر نقول إن بعد الحزن وبعد الضيق بيكون في فرح وبيكون في مكافآت في السماء. والتجارب والضيقات ديت يا ناس بيقولوا فين يا رب التجارب والضيقات الجميلة؟ بتبقى أوقات حلوة بنتعلم فيها الصلاة، بنتعلم فيها الحكمة، بنتعلم فيها طول الأناة. يبقى لما نمر بضيقة أو بتجربة نعرف إن ربنا هيرحمها وكله للخير ومسيرها تنتهي. ربنا يدينا في التجارب والضيقات نكون شاكرين وصابرين، والمجد لله دائما أبديا آمين.